ahkamun nunis sakinati wat tanwin lin nuni in tasku walit tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi'unnatin biyanmu ulima illa iza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighayri gunnah fillami warra thumma karirannah wathalithul iqlabu indal ba'i mimam bighunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadhal bayti qad dhammantuha صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فلتعرفي hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi'unnatin biyanmu ulima illa iza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighayri gunnah fillami warra thumma karirannah wathalithul iqlabu indal ba'i mimam bighunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء
muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi'unnatin biyanmu ulima illa iza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighayri gunnah fillami warra thumma karirunnah wathalithul iqlabu indal ba'i mimam bighunnatin ma'al ikhfai warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha fi kilmi hadhal bayti qad dhammantuha صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فالتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فالتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فالتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا
tudrim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karirunnah wathalithul iqlabu indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadhal bayti qad dhammantuha sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima ahkamun nunis sakinati wat tanwin lin nuni intasku walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبًا زد في تقن ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ستر رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل
minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما
ahkamun nunis sakinati wat tanwin lin nuni intasku walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi'unnatin biyanmu ulima illa iza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighayri gunnah fillami warra thumma karirunnah wathalithul iqlabu indal ba'i mimam bighunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha fi kilmi hadhal bayti qad dhammantuha sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima ahkamun nunis sakinati wat tanwin lin nuni intasku walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi'unnatin biyanmu ulima illa iza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighayri gunnah fillami warra thumma karirunnah wathalithul iqlabu indal ba'i mimam bighunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha fi kilmi hadhal bayti qad dhammantuha sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima ahkamun nunis sakinati wat tanwin lin nuni intasku walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi'unnatin biyanmu ulima illa iza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighayri gunnah fillami warra thumma karirunnah wathalithul iqlabu indal ba'i mimam bighunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha fi kilmi hadhal bayti qad dhammantuha sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima ahkamun nunis sakinati wat tanwin lin nuni intasku walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi
hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi'unnatin biyanmu ulima illa idha kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bighayri gunnah fillami warra thumma karirunnah والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما
illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fillami warra thumma karirunnah wasalithul iqlabu indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadhal bayti qad dhammantuha sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima.